الاباء اللي باش يراقبوا باش يقروا مصر ومصر سي سو انترنت سي سيستم انفورماتيك سو انترنت خمتوا في الوالدين اللي ما كيستعملوش انترنت حيت كاين بزاف الوالدين ما كيستعملوش انترنت الا كان انترنت ما كيبغيش يقول بان القضيه ديال الرسالات والاتصال مع الاباء وداكشي اللي وقع الكلاسيكي وتقليدي غادي يمشي بحالو ولا بدا غادي يبقى ولا هذا هو اللي جرب العمل ان كيتبين بان اذا كان شي تلميذ عنده مشاكل ولازم الاستاذ يمكن يعيط على الاباء ديالو والمدير كذلك هذا زعما ما كاين واحد هذا ما كاينفيش هذا هو كيجيب تحسين ولكن في نفس الوقت كيبقى الاشياء مفتوحه واللي نقدروا نزيدوا هي مسار هي منظومه اللي هي تفكر فيها من طرف الناس اللي هما زعما عندهم خبره في الميدان وهكذا ولكن في نفس الوقت هذه عاد بدينا بطبيعه الحال كان هنا تجربه ولكن التجربه ما كانتش عامه الان دخلنا في التطبيق بصر لازم خصو يتطور الى تبين بان كاين هناك اغلاط ولا شي حاجه اللي هي ماشي هذيك غادي نصلحوها بطبيعه الحال وبصر ماشي نقولوا عنده كيحكم بالاحداث على التلاميذ ولا هكذا ما كيزيد ما كينقص في هذا الجهه هذا كياخذ النقاط وكيسجلها وكيعطي امكانيات باش تستعمل بكيفيات متعدده لصالح المنظومه التربويه هذا هو مسار حيت كي التلاميذ مخلوعين خايفين مخلوعين والتلاميذ ما... يقدر الانسان يقول لهم وتسناو بعدا تشوفوا النتائج وتشوفوا كيفاش الاشياء كتمشي وديك الساعه يحمد الله اذا تبين بان حقيقه ما صار عنده شي انعكاسات سلبيه ولا هكذا حنا الاولين غادي نلقاو لها الحل لان ما هو الهدف ديالنا واش الهدف ديالنا باش نسقطوا التلاميذ واش الهدف ديالنا هو باش نقولوا لهم راه المستوى ديالكم غير صالح بان بغينا نقصوا من النقاط وهكذا ما المعنى ديال هادشي هذا ما كاين حتى شي معنى حنا اللي بغينا هما يستافدوا احنا بغيناهم باش يكونوا في المستوى احنا بغيناهم باش هما بنفسهم يعرفوا بان النقاط ديالهم هي نقاط اللي هما كيستهلوها وهذاك النقاط خصها من جهه اخرى تكون كتعكس لو نيفو المستوى الحقيقي ديال التلاميذ هذا هو المشكل حنا كنعيشوه اليوم لان كنعطيو نقاط وفي نفس الوقت داك النقاط ما كتعبرش على المستوى ديال التلاميذ ومن بعد كيجتاحوا في المشاكل ولهذا المردود ديال العامه ديال التعليم ديالنا مع الاسف طايحه بالكثير وهذا ماشي زعما تقييم ديال 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 الوزاره هذا تقييم عالمي اللي كيجي وكيقول راه نتوما هذا راه كيفاش كيقولوا لا سوني الدلار نقص الخطر